السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بوتيك شيمال الجمال. شوف شيمال فور بيوتي. فيديو اللي فات خوفناكم شويه، قلنا لكم الصراق، ولكن داك عرض كان واحد منتوج، واليوم جينا نهضروا عليه. واللي باقي ما شافوش ديك الفيديو ادخلوا شوفوا تخلعت شويه، ولكن هذا كان مجرد طرول، ضحكنا شويه ونشطنا معكم، وسمحونا اذا كنا خلعناكم. شكرا بزاف للمشاهده ديالكم. برودوي وهذا ماشين ماكينه شينون، شي حاجه اللي واعره بحال كاين الماكينه هي هذه. الكارطونه ديالها كتجي في هذا الشكل، هذا اللومبالاج هو هذا كما كتلاحظوا هنايا. حنايا صالحه من الابطين، وصالحه من الرجلين، وصالحه للوجه، يعني الجسم كامل بصفه عامه. والثمن ديالها مناسب، اللي بغاها الرقم ديالها مكتوب هنايا، اتصل بديك الرقم هذاك في واتساب فقط، ما كيفاش ابل، اتصل في الرقم واتساب ولا كتب لنا ميساج في واتساب وعاد نجاوبك مرحبا بك. دابا نفتحوا لكم هذه الماكينه هذه ونشوفوا شنو فوسط من الداخل. اللي كيشوف القناه ديالنا يدعمنا بلايك، واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يدعمنا بابوني وتا هو لايك، وشي تعليقات زوينين مع عندكم. بغينا نشرحكم، بغيتو نشرحكم ماشي منتوجات واحدين اخرين، كتبوا لنا في التعليق ولا صادونا في واتساب. عندك شي منتوج ما عرفتش طريقه الاستعمال ديالو، كتبنا في واتساب، حنا موجودين دائما في واتساب، وحتى انستغرام طبيعه الحال، ولكن في واتساب اكثر. نحاول نفتح هذه الماكينه هذه، انا نفتحوها اخوتي قدامكم شويش مزيره. نفتح احنا فتحناها، ها كيفاش كتجي عامه من الداخل. هذا كتجي عامه من الداخل الماكينه، كيجي معها كابلي وفرشات والماكينه. نوريكم بالضبط، هذا هو الكابلي اللي كيجي معها، كيجي مع هاد الكابلي هذا، هو طويل بزاف. شوف قداش طول هاد الكابلي هذا، نقدر نقول لك واقيلا فيه شي مترو، شي مترو على ما هاد الكابلي هذا. كيجي فيها الكابلي ديالو، ماشي هاد الراس هذا تاع الكابلي هذا، كيدخل هنايا في الماكينه ها المقطع ديالو، يعني هذا يدخل هنا باش كتشارجا الماكينه. خلوها حتى للاخر، مش تشوفوا هاد الشيء هذا الاولاني، عاد شوفوا الماكينه. كيجي فيها الشيء هاد النيتواياج هي هادي، باش ملي كتعمر بالشعر كتني طويها هيدا. دابا مع الماكينه، الماكينه هي هادي واعره، طوندوس واعر، يعني ماشين واعره الحلاق، شي حاجه اللي واعره كما قلت لكم فيها الضوء. حنا نخدموها فيها جوج درجات، درجه رقم واحد اللي هي 1، وفيها الدرجه رقم 2 اللي هي 2. دابا في التباهيه في زيرو كما كتلاحظوا، ها الارقام 0 1 2. دابا نشعلوها نمشيو رقم 1 كما كتلاحظوا، هذا رقم واحد، كتشعل الضوء. الماكينه هي هادي، في هاد المشطات هادو، ماشي بس الزغبه كتمشي معاهم والشعر كيمشي معاهم بالضبط. كيدوز من هنايا، كيدوز هاد الماكينه هادي من هنايا، ما كتقصحش. انا عامل فيها يدي شي حاجه اللي رطبه. السرعه ديالها هادي رقم واحد، هنا هادي السرعه رقم جوج. لاحظوا ملي الصوت يتبدل، سمعتو الصوت تبدل والجود تزاد. شو كيفاش عامله الماكينه، شي حاجه اللي واعره وخفيفه، تقدر تعدلها في الصك ديك ديال الميكاب، تعدلها في الميطه ديال الصفار ولا الشنطه ديال الصفار، ديها معاك خفيفه واعره. الحجم ديالها تقريبا بحال صابون، بحال صابون دوف ولا صابون لوكس، وهي واعره، شي حاجه في متناول، يقدر يستعمل الصغير والكبير. سهل الطريقة استعمال، أنا قلت لكم 0 1 2. دايما كيكليكو البطونة هادي باش كنطلعو، ها نقلب عندكم، ها 1 2. السنان ديالها شتي كيفاش كيدورو السنان، شوف دابا نوقفهم باش نوريكم السنان كيفاش عامل. شوف السنان ديالها كيفاش عامل، هاد الكاميرا حسن، شي حاجه اللي واعره في متناول اي واحد يقدر يستعمل، صغير وكبير. شوف كيفاش عامل هنا، كيدوز ديك الشعر
هاون نحطو الكاميرا مزيان باش يبان كلشي واضح. ومن هنا يطيرنا ليها هنا البومبيه ديال الضوء، من هنا مش كيطلع ديك الضوء، هانا شوفو هاديك الضوء طلع من هنا، أنا غنطفي هذا، هاو طفى لاحظتو كلشي. الماكينة هي هادي، حرجوها الموقع ديالها، كارتونة الصراحة واعرة، لومبالاج واعر، وشي حاجة في المتناول، تقدر تستعملها الكبير والصغير، والثمن ديالها ما كيوصلش 150 درهم، هادي ما وصلش 150 درهم، بغيتيها مرحبا، توصل في طنجة مجانا، توصل في مدن الشمال، يعني أزيلا، تطوان، كفتيخو، مرتيل، نيداق، رينكون، 40 درهم توصل. شكرا بزاف انكم كملتوا الفيديو تاعنا هنايا، وشكرا بزاف للدعم ديالكم هذه القناه هذه المتواضعه. انا بلا بكم راه والو، كنكبروا كنكبروا بكم، واللي اول ما كتشوف القناه ديالنا مرحبا بك في القناه ديالنا، حنا عائله وحنا اخوه في السراء والضراء. كان معكم امين من بوتيك شيمان الجمال، تسنى فيديو اخر جديد بعد غد ان شاء الله. كنحاول دابا نحط لكم فيديو نهار اياه ونهار لا، وباغي ما كرهتش الصراحه نعدل لكم فيديو في النهار، ولكن ما كنقدرش، راه كل واحد عنده المشاغل ديالو وعنده المجهودات ديالو. راه فيديو ملي كنعاود دابا فحالي من محل مع 10 الليل ولا 11 كيبقى خدام الفيديو تقريبا تم 2 الليل 3 بعمر تلقى خدام تما 4 الصباح، غير كنوض هيدا ملي كنوض بكري في الصباح اول حاجه كنبقى كنحطو في يوتيوب كنخليه يتحط باش كنحطو لكم في العشية. يعني الفيديو هذا اللي كنصورو دابا حاليا راح يتخدم اليوم وغيتمنط اليوم وغدا غادي يتحط، يعني اذا كان عمل اخوتي هادشي اللي كان في الفيديو هذا. تحية لكم وشكرا بزاف، والسلام عليكم.